اش بيكم مع تصمي؟ مع تصمي واحد أغني. علاش مع تصمي؟ نحب نعبر على احتجاج، حتى نحن واقفين مع الشعب ونحبوا كذا، زاد نفس الشعب كما ياكلوا في خطة كما ناكلوا نحن، ونحبوا نأكلوا كلنا مع بعض. شبيكم دقيقة صمت على أرواح الشهداء، على أرواح أهل الأمن والمواطنين، ونعبروا فهمتني ولا حتى نحن على سخطنا وعلى فهمتني ولا النظرة المواطنين، نظرة المواطنين للعون الأمن اللي أصبح فهمتني ولا إرهابي، في حين نعترفوا اللي تم اكتشف الأخير اللي تم فساد، لكن ما هوش معه، ما نعموش ثم ناس قاعد تخدم الرواحة، ثم ناس وطنيين، ونحن عنصر من الشعب، رانا عنصر ينطبق على الشعب، ينطبق علينا احنا. لازم اعتبار الامن يرجع للبلاد فهمتني، والمواطن يحس اللي رجل الامن قاعد تاعب فهمتني، وقاعد يخدم ويسهر على راحته فهمتني، نخدموا فانتكات وكان لزم فهمتني، ولا حتى انهم نرقدوه اقل شهريه مضطهدين، احنا راسنا مضطهدين، ونطالبوا بنقابه، نطالبوا بنقابه تدافع على حقوقنا وعلى راحاتنا وعلى كل شيء. واحد مضحيين فهمت ولا نساها بعاد عليها وبعيد على العائله نتاعها، وقاعدين نسهروا فهمت علينا، ينطبق على الشعب، ينطبق علينا فهمتني. صور عباد، صور عباد، ينطبق على الشعب. ان شاء الله عنصر، نحن عنصر الشعب. مراجعة القانون الأساسي لقوات الأمن الداخلي، ومراعاة ظروف المعيشية الصعبة. ما ناش قاعدين نتمتعوا بحتى حق، لازم الصوت نتاعنا إن شاء الله يوصل للمسؤولين فهمتي، ولا والشعب زاد يحس بينا، خاطر قاعدين رانا نتعبوا في تعب كبير، إن شاء الله فهمتي المسؤولين تحس بينا والصوت نتاعنا يوصل لأعلى هرم السلطة إن شاء الله. احنا رانا نعتبر روحنا فهمتني من الوطنيين اللي نخدموا بلادنا، وما عندناش مزيان. ما سيبناهاش، وقفنا لآخر دقيقة مع بلادنا. كيفاش قعدتوا تخدموا؟ لا أنا الكل مع الشعب نحن قاعدين مع الشعب نخدموا في جربة، منطقة جربة كلها قاعدة تخدم. اللي دسوهم للناس الأخرى نحي المدسين. ناس اللي دسوهم ما غادرناش جربة، ما غادرناش خلاص، لآخر دقيقة ما غادرناش، وبقينا واقفين وحافظنا عليها. وشوف تو البلاد ما فيها حتى شيء محروم، ما فيها حتى تخدم معاها، حافظنا عليها كل جربة بحول الله إن شاء الله. ما صار لها حتى شيء جربة، والحياة هاني عادية في جربة كاملة، شوف فيها. الممتلكات الدولية والممتلكات الخاصة تثبت اللي كونها في جزيرة جربة، حتى أي مقر كعمومي أو خاص ما وصلوا حتى أذى، لا من أمن ولا كله أمن 2000%، مش 100%، 2000%. أمور واضحة، سانك ما بقى أعوان الأمن يلزمهم فهمت، زاد حقوقهم زاد كيف ترجع حقوقنا، نحبوا ترجع حقوقنا، ناس مضطهدين، نحن ناس مضطهدين، حقوقنا المادية نخلصوا أقل ناس، ونحن أولاد الشعب، نحن شنو خويانا كلهم، نحن من الشعب ونحن تعبين، نحن نخدموا فانتكات، نخدموا 24 ساعة ورا بعضنا نخدموا. صحيح فهمتي بلادنا، صحيح بلادنا، وهذا واجب علينا حتى ما دفعنا عليها بلاد. أما لكن فهمتي لازم زاد يفيقوا بينا ويحسوا بينا، خاطر حنا زاد الحم ودم، وزاد حنا من الشعب فهمتي، تقريبا كل عائلة في تونس، كل حومة فيها فهمتي رجل أمن، حرس وشرطة ودفاع، وكل الناس كل لازم تفيق بينا فهمتي، وتحس بينا رانا تعبين برشا، حسوا بينا يا عباد. دفعنا عليها لآخر دقيقة. شنو المطلب تو؟ مراجعة قانون. لا قوات الأمن الأساسي بصفة خاصة فهمتني، وكما نقولوا فيها النظر في المستوى العيش للعون، عون الأمن راهو تاع أقل جراية، راهو تاع أقل جراية يخلصها هو عون الأمن. نحن عنصر من مواطن وتعبين برشا، لكن ما نحبوش حتى نحن مضطهدين، نحن ناس من الشعب. الراحات والكوجيات نتمتع بها الوزارات الاخرى الكل ما ناخذوهاش احنا. ان شاء الله
الله وان شاء الله تبقى ديما تونس والرايه مرفوعه وبلادنا في امان وبحول الله ما يكون كل خير بحول الله. حافظوا عليها لاخر دقيقه، حافظوا عليها، حافظوا عليها، نحن ناس حافظوا عليها، نحن ناس وطنيين غانا، وطنيين وحافظنا عليها ولاخر دقيقه. وشوف البلاد، صور البلاد فيها سوق وفيها كل شيء وما تعرض حتى منشآت ما تعرضتش حتى التكسير. علاش نحافظنا عليها نحن والمواطنين؟ حافظنا عليها ما سيبناهاش، نحن عنصر من المواطنين. كله ادخل صور المركز الاسالي.